استقبل معبر رفح البري اليوم 90 شاحنة مساعدات إغاثية استعدادا لإيصالها إلى قطاع غزة، وذلك بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود وغاز. كما عبر أيضا 42 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية. كذلك أيضا استقبل مطار العريش الدولي 3 طائرات من الأردن والإمارات وبلجيكا تم تفريغ شحناتها استعدادا لدخولها إلى القطاع. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة عبر معبر رفح. لم يتوقف هذا المعبر يوما عن دخول المساعدات واستقبال أيضا الجرحى والمصابين. فيما يتعلق بحركة الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري، نتحدث اليوم عن وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من مواد الإغاثة وأيضا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لدخول 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار، بالإضافة إلى أن المعبر أيضا لازال يستقبل الجرحى والمصابين لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة. المعبر اليوم استقبل 42 مصابا يتم تقديم الخدمات العلاجية الأولية داخل معبر رفح، ثم الانتقال بسيارات الإسعاف المختلفة إلى المستشفيات في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة. على الجانب الآخر أيضا المسار الجوي فيما يتعلق بمطار العريش الذي لازال يستقبل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة، استقبل مطار العريش اليوم 3 طائرات. الطائرة الأولى قادمة من الأردن على متنها 22 طن من مواد الإغاثة، ثم طائرة إماراتية على متنها 43 طن من الملابس والبطاطين ومواد الإغاثة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الطائرة الثالثة والأخيرة القادمة من بلجيكا على متنها 47 طن من المواد الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة. كل هذه المساعدات تم تفريغها من هذه الطائرات للوصول إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر ثم حملها على الشاحنات لتذهب إلى معبر رفح البري. هذه هي الصورة اليوم بالنسبة للمساعدات الإنسانية وحركة الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري وأيضا في مدينة العريش. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.